من ضمن الإعلان القوات الأمنية عن أن عملية تصويت اليوم لأفراد القوات الأمنية سوف يكون الثلث، ومن ثم المبادلة ما بين الثلثين مع باقي الثلثين، هل هناك لديك أي معلومة حول ما إذا كان هناك ساعة معينة يجب أن ينتهي منها الثلث الأول في تصويته حتى يعود إلى عمله وتتم عملية التبادل؟ كنت بصدد الحديث عن هذا الموضوع تحديدا عن موضوع تقسيم وجبات الحضور إلى مراكز الاقتراع. هنالك ثلثين ملتزمون بالواجب الرسمي وثلث يؤدي الانتخاب في مراكز الاقتراع. هذا التقسيم يعود إلى المراتب والقيادات الأمنية فيما هو عدد أو ماهية الأعداد التي تمتلكها كل وحدة عسكرية، كل قاطع أمني، إن كان 1000 يختلف عن الذي فيه 500 منتسب. بالتالي التقسيم يكون على أساس العدد الموجود في الوحدات العسكرية. العدد الأول يذهب للاقتراع، حينما ينتهي يعود إلى الواجب، ومن ثم يلتحق أو تلتحق الوجبة الأخرى. الثلث الثاني وثلثين يبقون في الواجب، ومن ثم الثلث الأخير الثلث الثالث إلى الساعة 6 مساء تنتهي هذه العملية، التي كما تحدث هي بتنظيم عالي من القيادات الأمنية، والقطاعات التي تكون ماسكة للأرض تنتظر دورها، والذي يكون مرهون بانتهاء الثلث الأول والثلث الثاني ووصولا إلى الثلث الأخير. دعونا أيضا ننتقل بكم إلى الصورة والعودة بالحديث عن محطات الاقتراع. من المحطة الثانية التي كما تشاهدون طابور الانتظار مكتظ بالحاضرين، وسندعكم أيضا بالصورة الحية والمباشرة لتوافد القوات الأمنية. هذه المحطة الثانية. كم يسمح لفرد من أفراد القوات الأمنية بالدخول إلى هذا المركز، إلى هذه المحطة؟ محمد، كم شخص يسمح لهم بالتصويت سوية؟ المحطة الواحدة يسمح لثلاثة أشخاص سوية بالحضور على أساس الكابينات الموجودة داخل المحطة. نعم. لكن حينما يقوم موظف المفوضية بتدقيق الهوية يكون حضور منتسب واحد، يتم تدقيق هويته ومعرفة معلوماته الكاملة. حينما يتوجه إلى الكابينة يدخل المنتسب الآخر، وكذلك كما تشاهدون حينما انتهوا من تدقيق معلومات المنتسب الأول يدخل المنتسب الثاني لتدقيق معلوماته، ومن ثم الثالث. حينما ينتهون الثلاثة من الاقتراع يخرجون من المحطة وتدخل الوجبة الأخرى. أجهزة الاقتراع كما تشاهدون على مستوى عالي من الدقة. كم تأخذ من الوقت محمد تقريبا، يعني عندما يدخل الناخب إلى داخل مركز الاقتراع وأثناء تسليم بطاقته البيومترية، كم يأخذ من الوقت عملية التدقيق ومن ثم أن يقوم بالبصمة والتوقيع ثم اختيار التصويت داخل الكابينة وفالخروج؟ حقيقة هو لا يحدد المقترع والمصوت بوقت، لكن العملية في مرحلة التدقيق لا تستغرق أكثر من دقيقة أو دقيقتين، ومن ثم له الوقت مفتوح في الاختيار داخل الكابينة، لكن كما هي أو بطبيعة الحال لا يستغرق أكثر من دقيقتين داخل المحطة. العملية بالمجمل قد تستغرق 4 دقائق إلى 5 دقائق لكل ناخب، والذي هو بالتأكيد لا توجد قيود وقتية للمصوت. نعم. كما تحدثت. طيب. فقط هي عملية أو إجراء روتيني، عملية تأكد من معلوماته، عملية البصمة، التوقيع، ومن ثم التدقيق بشكل عام. ماذا عن الذين لا يقرؤون ولا يكتبون محمد؟ كيف تتم آلية مساعدتهم؟ هذه مرهونة بمدير المركز وليس مدير المحطة. مدير المركز هو الشخص الوحيد المخول بمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية التصويت، يقوم بالتصويت له بناء على رغبته، يقوم بمساعدته في كل خطوة. فقط مدير المركز المخول من مفوضية الانتخابات كونه هو موظف ثابت في مفوضية الانتخابات وليس موظف الاقتراع يوم واحد. نعم. بالتالي يتم استدعاء من قبل مدير المحطة ويتوجه إلى المحطة ويقوم بمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في مرحلة كشف بياناته، في مرحلة التوقيع، في مرحلة الاختيار، حتى دخوله معه داخل كابينة التصويت واختياره بالقلم الخاص
بمفوضية انتخابات، أي أن الأمر مرهون بمدير المركز. طيب فقط جميل محمد، يعني استغلالا للوقت وباختصار إن سمحت، هل لاحظت وجود أي من المراقبين من مختلف مسمياتهم في مركز الاقتراع حيث أنت تتواجد؟ نعم، هنالك مراقبين للكيانات، هنالك مراقبين لمنظمات المجتمع المدني يتوزعون على المحطات، هنالك تعاون بينهم وبين مفوضية الانتخابات وإجراء مرن في لدخولهم ومراقبتهم وعملية مراقبتهم، حتى أن عدد منهم مسموح له بإدخال هواتفه النقال معه إلى داخل محطات الاقتراع. كذلك وهي في من السابقات الحديثة لمفوضية الانتخابات أن تضع كاميرات مراقبة صوت وصورة في محطات الاقتراع، وأيضا موزعة على مركز الاقتراع بشكل كامل كما تشاهدون. هذه لا. الكاميرا تنقل صوت وصورة كل ما يجري داخل المحطة بالصوت والصورة، وهي لتأمين تأمين العملية الانتخابية من التزوير، للوصول إلى مراحل عالية من الشفافية، وأن لا يكون هنالك لغط في حدوث مشكلة معينة في نقل صورة سلبية أو حتى أنها تراقب الموظفين الموجودين في حال حاول أحدهم الضغط على الناخبين للإدلاء بصوتهم لجهة معينة، كلها تكشف من خلال هذه الكاميرات الموضوعة في محطات الاقتراع وفي مراكز الاقتراع أيضا، وهي كما تحدث سابقة جيدة جدا لمفوضية الانتخابات كما تحدثت الأوساط السياسية والأوساط المختصة أيضا. نعم، تبقى معنا محمد فراس في قادم الساعات لإطلاعنا على آخر المستجدات عملية التصويت في المركز حيث أنت متواجد.